أولا ذكر علماء النفس وعلماء الفسلجة وغيرهم من العلماء المختصين بالدماغ والإدراك، ذكروا أن للذهن مراحل أربعة. قالوا في عندنا أربعة مراحل يمر بها الذهن عادة. المرحلة الأولى وهي مرحلة الحس الأولي. مرحلة الحس الأولي هي عندما أفتح نظري فتأتي الصورة من الخارج إلى جهازي الإدراكي. في هذه المرحلة الذهن منفعل وليس بفاعل. في هذه المرحلة الذهن بحاجة إلى الخارج ولا يقدر على أن يدرك هذه الصورة بدون الخارج. إذن هذه هي المرحلة الأولى، الحس الأولي، وهي مرحلة التلقي، وهي مرحلة تأثير الخارج في الداخل، مرحلة تأثير الخارج في الذهن. هذه لحظة الاتصال بالواقع الخارجي، وهذا ما يسمونه في الفلسفة بالإدراكات الحسية، كما ذكرنا ذلك في الدروس الماضية أيضا، الدرس الماضي أو الذي قبل الماضي. المرحلة الثانية، أغمضت عيني، تلاشى فعل الخارج في ذهني، تلاشى انفعال ذهني بالخارج، تلاشت مرحلة التلقي، زالت، لم أعد أتلقى شيئا، قطعت قنوات التلقي بيني وبين الخارج. يقول العلماء بأن هذه الصورة التي تلقيت من الخارج حفظت في ذهني، حفظت في ذهني، ونسمي هذه المرحلة بمرحلة الحفظ. حفظت في ذهني، لاحظ شيخنا العزيز، حفظت في ذهني، سواء أنا أتذكرها الآن أو لا أتذكرها، نحن لا نتكلم عن تذكرها، نتكلم عن أنها جاءت إلى الذهن من الخارج وجلست في مكان ما. الآن أنا أتذكرها، ربما نسيتها، لكن هي موجودة. فالمراد بمرحلة الحفظ التي سوف يتركز الحديث عنها الآن، فالمراد بمرحلة الحفظ هي مرحلة بقاء الصورة الآتية من الخارج في الذهن. أعم من أن أكون قد تذكرت هذه الصورة فعلاً أو لم أتذكر هذه الصورة بالفعل. هذه يسمونها بمرحلة الحفظ، وتمتاز مرحلة الحفظ عن مرحلة التلقي، يعني الحس الأولي، بماذا؟ في أن مرحلة الحس الأولي منفعلة بالخارج، أما مرحلة الحفظ لا علاقة لها بالخارج، انقطعت صلتها بالخارج. فهي أي الصورة الذهنية قائمة في الذهن دون حاجة إلى العوامل الخارجية. الحاجة إلى العوامل الخارجية كانت في مرحلة الحدوث التي سميناها الحس الأولي أو مرحلة التلقي، لا في مرحلة البقاء التي سميناها الآن بمرحلة الحفظ والتخزين. طيب، هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة، مرحلة التذكر. ويقصد بمرحلة التذكر أن الذهن في لحظة ما، الذهن في لحظة ما يلتفت إلى تلك الصورة التي كانت قد أتته قبل أيام. الذهن في مرحلة ما يخطر في باله لسبب أو لآخر تلك الصورة الإدراكية التي كانت قد تلقاها قبل أيام. أنت قبل خمسة أيام التقيت بزيد في الطريق، تحدثت معه، الآن نحن جالسون هنا تحدثنا عن زيد، فتذكرت أنت تلك الصورة الذهنية التي تلقيتها قبل خمسة أيام. يعني كأن الصورة الذهنية هذه أخرجت من مرحلة الحفظ إلى مرحلة التذكر، أخرجت من مرحلة التخزين اللاواعي إلى مرحلة التخزين الواعي. وقد يحصل هذا التذكر نتيجة عملية محض ذهنية، كالإنسان يحاول أن يستذكر، وقد يحصل نتيجة مؤثر خارجي، كأن يحصل شيء في الخارج فيذكرك بذلك الشيء.
هذه مرحلة التذكر. إذا صار عندنا المرحلة الأولى مرحلة الحس الأولي أو مرحلة التلقي، وهي مرحلة متقومة بالاتصال بالخارج الفاعل مقابل الذهن المنفعل. المرحلة الثانية مرحلة الحفظ والتخزين، أي مرحلة البقاء، وهي منقطعة الصلة بالخارج. المرحلة الثالثة مرحلة التذكر وصيرورة ما في الحفظ في مرحلة الوعي، تستذكر ما كان موجودا. المرحلة الرابعة مرحلة التمييز أو مرحلة التشخيص أو مرحلة التعيين. ما هي مرحلة التعيين؟ طيب شوف الآن شيخنا، طبعا مرحلة التعيين محل معركة، وإن كان المعلق هنا قد أوحى لنا بأنها من الأمور المتفق عليها، ها؟ هي محل معركة في تفسيرها. طيب مرحلة التمييز أو مرحلة التشخيص ما هي؟ أنت في يوم الجمعة الماضي، في يوم الجمعة الماضي لما التقيت بزيد في الطريق وحصلت الصورة الإدراكية للقائك بزيد، هذا حصلت الصورة في الذهن، حفظت. اليوم يوم الجمعة بعد أسبوع أنت الآن تذكرت تلك الصورة، قد تنساها مرة أخرى ثم تستذكرها بعد سنة، نفس الصورة تستذكرها، يحصل أمر ما يوجب استذكارك بعد سنة ما كان حصل لك قبل سنة. طيب عندما تستذكر أول مرة أو عندما تستذكر ثاني مرة أو ثالث مرة أو رابع مرة، ما الذي يعرفه الذهن؟ يقول لك الذهن إن الذي استذكرته في المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة واحد. يعني الذهن ماذا يقول لك؟ أنت الآن بعلمك الحضوري، طبعا هو سيستند إلى العلم الحضوري، بعلمك الحضوري تشعر بأن هذا الذي تستذكره الآن عين الذي استذكرته قبل يومين، وعين الذي جاءك من الخارج قبل 5 أيام، وليس صورة جديدة. يعني الآن إذا أردنا أن نستذكر مثلا، إذا أردنا أن نستذكر مثلا ليلة الهجوم على بغداد مثلا من قبل القوات الأمريكية، نحن نستذكر مشهد الطائرات التي كانت تقصف والليل الذي كان مضيئا بالمضادات الأرضية، نحن نستذكر هذا ونقول في قرارة أنفسنا بالعلم الحضوري، نقول هذا الذي أستذكره الآن هو عين الصورة التي رأيتها في التلفزيون قبل 20 عاما مثلا، أو 15 عاما، أو 21 عاما مثلا. فلا أقول كان عندي صورة عن المشهد قبل 10 سنوات والآن جاءتني صورة ثانية غير الصورة الأولى لكن تشبهها، لا، أنا أقول استذكرت نفس الصورة التي رأيتها قبل 10 سنوات. فهنا مرحلة التشخيص، مرحلة التمييز، ماذا تقول لي؟ تقول لي بأن ما حصل في الاستذكار هو إرجاع لنفس الصورة التي أتتك في مرحلة الحس الأولي.